اهلا بيكم. قبل ما تشوفوا الفيديو عايز افكركم انكم تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي تخص مادة الانجليزي والفرنساوي، وكمان تضغطوا على زر الاعجاب وتكتبوا تعليقاتكم اسفل الفيديو. يلا نشوف الفيديو. اعزائي طلبة وطلبات الثانوية عامة الصف الثاني ثانوي، اهلا وسهلا بيكم مع كلمات الدرس الاول من الوحدة الاولى. الدرس بتاعنا اللي بيتكلم عن وصف الحي السكني، ازاي توصف مكانك، توصف المكان اللي انت عايش فيه، توصف الشارع، توصف البيت، توصف الناس. هنتعلم كل ده في الدرس بتاعنا، بس قبل ما ندخل في عمق الدرس هناخد البداية الكلمات اولا. انا هقول الكلمات وحضرتك زي ما انت متعود هتردد ورايا. انا بلاسمو يعني موقع او مكان. ان اوتوبيس يعني اتوبيس. ان كاميون يعني شاحنه. ان فو تريكولور يعني اشاره ثلاثيه الالوان. ان ليو يعني مكان. ان مويان دو ترانسبور يعني وسيلة مواصلات. ان بيتون يعني شخص ماشي مار. ان اوم يعني رجل. ان بالون يعني كرة. ان انفيرميي يعني ممرض. ان بون يعني كوبري او جسر. ان كارتيي يعني حي سكني. ان رون بوان يعني نقطة دوران. ان تروتوار يعني رصيف. لو سونتر كوميرسيال يعني المركز التجاري. لو سكوتر يعني السكوتر الموتوسيكل الخفيف. ان ترافيك يعني مرور. ان تليفون بورتابل يعني تليفون محمول. اون فيل يعني مدينة. اون بيست يعني طريق او ممر. اون بلاس يعني ميدان او ساحة. une destination يعني وجهة الوصول، يعني المكان اللي انت رايح له. la circulation يعني المرور. une balle يعني كرة صغيرة. une plante يعني نبات. une rue piétonne يعني شارع للمشاة. une piste cyclable يعني طريق خاص بالدراجات. une route يعني طريق. avancer يعني يتقدم. habiter يعني يسكن. marcher يعني يمشي. غولي يعني يسير بالنسبة للمركبات ووسائل المواصلات. ساغيتي يعني يتوقف. لوكاليزي يعني يحدد موقع. اسيستي أ يعني يحضر. ترافيرسي لا رو يعني يعبر الشارع. بروندر يعني يأخذ. مونتي يعني يصعد أو يركب. كوندوير يعني يقود. اوتيليزي يعني يستخدم. ديسوندر يعني ينزل. تورني يعني يلف أو يتجه. دون يعني في. شي
شي يعني عند، سور سور يعني على، devant devant يعني أمام، à la fin à la fin يعني في النهاية، vers يعني نحو أو في اتجاه. comparer entre يعني يقارن بين، le premier يعني الأول، la première يعني الأولى، super يعني رائع أو رائعة. il y a un problème يعني يوجد مشكلة. joli يعني جميل، ولو زودت لها حرف أ هتبقى جميلة وبنفس النطق، joli. calm يعني هادئ. وبكده نكون خلصنا كلمات الدرس الأول من الوحدة الأولى. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعليقاتكم أسفل الفيديو مهمة، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة علشان توصلكم باقي الفيديوهات. في ناس كتير بتعجبها القناة ولكن ما بتفعلش زر الجرس وما بتشتركش في القناة، ومنتظرة ان اليوتيوب يبعت لها الفيديوهات كده على طول، فده مش هيحصل. لازم تشترك في القناة وبعدين تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الدروس. بفكركم ان شاء الله هكمل معاكم المنهج كاملا حتى اخر العام الدراسي. تحياتي ليكم، تابعوا معايا كويس. الواجبات اللي هديها بعد كده لازم تتحل في التعليقات، وان شاء الله هنوصل للدرجة النهائية مع بعض. تحياتي ليكم، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.